السلام عليكم. اليوم نروح لولاية كالما، وبالضبط في مدينة كالما، لنعرفكم على المسجد العتيق تاع مدينة كالما، مسجد ابن خلدون. مسجد ابن خلدون إذن اللي يعود تاريخه إلى زوج قرون، يعني في 1810، واللي يتميز بسخافته الرائعة الذي تم إعادة تأهيله يعني في الفترة الاستعمارية، والآن يجب المحافظة على هذا المسجد الرائع اللي هو يعني بحق جوهرة من التراث الجزائري. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.